السلام عليكم. طبعا هذه الآن التجربة، قمنا بوضع محلول سكري والتوصيل إلى داخل الخلية. انتظرونا بتقرير كامل ومفصل حول طريقة العمل وطريقة التركيب وطريقة الأداء. يأتي لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما وعدناكم في مقطع سابق، تجهيز الغذاية الخارجية الداخلية، يعني من خلال عمل غطاء داخل الخلية وغطاء خارج الخلية كما تشاهدون، وتركيب الغذاية خارجيا دون فتح الخلية. طريقة سهلة ومبتكرة مني شخصيا، تفيد جميع إخواني النحالين، قمت عليها والأمور طيبة جدا، وقد أثبتت لكم في فيديو سابق مختصر حول هذه الطريقة. طالبني كثير من الإخوان النحالين بسرعة إنزال هذه الطريقة، فها أنا اليوم قمت بتجهيزها وإحضار المواد الأولية. المواد هي عبارة عن أغطية قنينات الماء، ماء الشرب، والمواسير هذه التي استخدمها هي الخاصة بالمغذيات الطبية. استخدمت كاوية لحام واستخدمت كاوية شمع كما تشاهدون أمامكم. قمت بثقب الأغطية الأول والثاني، الأول من الذي سيكون على الغذاية من الخارج، قمت بثقبه من الأسفل، والغطاء الآخر الأبيض الذي تشاهدون أمامكم سيكون داخل الخلية. قمنا بتركيب المواسير الصغيرة الخاصة بالغذاء أولا على الغطاء الداخلي، ثم سنقوم بإحضار الخلية وتركيب هذه القطع بالتفصيل حتى تصلون إلى معلومة دقيقة وصحيحة. الآن كما تشاهدون أحضرنا الخلية أو النوية التي نريد تطبيق عملي لتركيب الغذاية فيها. قمنا الآن بإحضارها حتى نصف لكم طريقة التركيب. الآن قمنا بالتركيب من الداخل طبعا، وسنقوم بتجهيز السخان أو الكاوية والتركيب من الخارج. الآن أحضرنا الغطاء الخارجي كما تشاهدون، هذه هي طريقة التركيب. طبعا في الخلية التي سبق وأنزلت التجربة عليها كانت خلية لا يوجد فيها فتحة من الخلف، قمت باستخدام الدريل لعمل فتحتين وأدخلت المواسير من عبرهم. هذه النوية صممتها هكذا، فيها فتحة خاصة بالتلقيح من الخلف وفتحتين من الأمام، يعني في هدف لي هدف من تصميم هذه النوية. على العموم استخدمنا هذه الفتحة بإخراج المواسير عبرها إلى الخارج كما تشاهدون أمامكم. وهذا الآن الفيديو تطبيق حتى يستطيع أخونا النحال تثبيت الغذاية من الخلف، خلف الخلية تماما.
طبعا استخدم انا هذا مسدس الشمع. هناك ملاحظة مهمة جدا، الملاحظة هذه، هناك يوجد في السوق نوعان من المواسير الخاصة بالمغذيات الطبية، نوع أصلي ونوع تقليد. النوع التقليد لا يسمح بمرور الماء بشكل جيد لأنه خفيف جدا. النوع الأصلي متين وأبيض شفاف جدا. طبعا هذه التجربة التي قمت فيها كانت المواسير مقلدة، لكن ألغيتها وأحضرت المواسير الأصلية وواصلت العملية والأمور طيبة. طبعا أنا بطبيعة الحال أنزل الفيديو بعد التجربة ونجاح التجربة، إذا نجحت وفيها فائدة لإخواننا حاليا لا أبخل عليهم بشيء. كما شاهدتم قمنا بتثبيت مسمارين من الجنب بهدف، طبعا هذه الآن الغطاء الذي سيصله المحلول السكري أو الماء من الداخل مثبت بشكل جيد عن طريق الشمع، وهذا الغطاء الآن من الخارج كما تشاهدون جاهز لوضع الغذاية. طبعا المسمارين كما ذكرت لهم هدف، هو تثبيت علبة الماء أو العلبة التي سنضع فيها المحلول السكري من الخارج. كيف ذلك؟ شاهدوا معي. وبهذه الطريقة أكملنا الفكرة. دمتم في رعاية الله وحفظه. معكم المهندس عبد الرحيم الجابري، اليمن.